في يومها الثاني ناقشت القمة الثقافية في أبوظبي من خلال محور الحياة الثقافية كيفية تأثير الثقافة في الأفراد والمجتمعات من منظور تغيير أنماط المشاركة الثقافية، وكيف اضطر قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية إلى الابتكار ليتمكن من مواجهة الاضطرابات الكبيرة التي تسببت فيها جائحة كورونا. وأكد عدد من زوار القمة الثقافية أهمية فعاليات القمة وما تقدمه للمشهد الثقافي المحلي والدولي، حيث تعد القمة في دورتها الخامسة نقلة نوعية تساهم في إثراء المعرفة وإبراز الدور الثقافي الملهم. هذه القمة لوزراء ثقافة العالم مهمة جدا، لأنها بتعرض الأوجه النظر الثقافية المختلفة وبتوري نحن أين نحن من العالم. القمة لنا كطلاب نعم نستفيد منها، تبرز لنا التنوع الثقافي، تبرز لنا الناس من مختلف الثقافات والجنسيات، حيث أنهم يتجمعون في مكان واحد في أبوظبي في الإمارات، المكان الحاضن للتسامح والتنوع الثقافي. القمة الثقافية في أبوظبي صراحة هو حدث استثنائي، كنا سعيدين جدا بحضورنا وتواجدنا اليوم، سواء على مستوى الحضور، على مستوى الندوات ورش العمل، جمعت بين كثير من المناطق المختلفة سواء على المستوى العربي أو على المستوى العالمي. وتكرس القمة من خلال مجموعة متنوعة من الكلمات الرئيسية والجلسات الحوارية والعروض والمباحثات خبرات المشاركين من القادة الثقافيين والفنانين وصناع القرار والمبدعين لدراسة هذه القضايا المعاصرة. القمة الثقافية في دورتها هذا العام ناقشت التحديات المعاصرة في مفهوم تبني الثقافة كتجربة حية في عالم شهد تحولات جذرية فرضتها جائحة كوفيد-19. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، سالم بن ربيع، أبوظبي.